فهي لا تنفع نفسها ولا تضر نفسها، فضلا عن أن تنفع غيرها أو تضر غيرها. وهذا ما ورد مفصلا في سورة الأنبياء حين أقدم إبراهيم عليه السلام على هذه الآلهة المدعوة المزعومة فجعلها جذاذا، إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فما الذي حدث؟ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الضالون. وقالوا نعم قبل ذلك لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ فهنا حطم قواعدهم الفكرية التي يعتمدون عليها إن كان لهم قواعد في عبادة هذه الأصنام. والخطر هنا أن يمضي طائفة من البشر على هذا المنهاج إلى يومنا هذا، لنجد للأسف الشديد من يعبد الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى، فيقدس الحجر والشجر وربما قدس البشر أيضا أو أي خلق من خلق الله سبحانه، مع أن الحجة قائمة أن الذي يستحق العبادة هو وحده الذي ينفع أو يضر، أما الذي لا ينفع ولا يضر ولا يملك الرزق ولا يستجيب فكيف يستحق العبادة؟ كما في سورة العنكبوت حين قال الله تعالى وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه أفلا تعقلون؟ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هؤلاء لا يرزقونكم فلماذا تعبدونهم؟ هؤلاء لا ينفعونكم ولا يضرونكم فلماذا تعبدونهم؟ إلى الآن هناك بعض الناس في الهند، في الصين، في اليابان، في شرق آسيا بشكل عام لا زالوا يعبدون هذه الكوثر، وفي إفريقيا أيضا ويرجون نفعها. أذكر أني دخلت في مكان فوجدت أناسا ينامون على بطونهم أمام هذه الأصنام خضوعا وتذللا لها، فقلت وأسف هذا الإنسان العاقل الذي أكرمه الله تعالى بالعقل يذر عقله ويطمس على فؤاده وينكر كل الحقائق أمامه ليخضع لحجر صنعه بيده، هذا الأصل هذا الحجر الذي لا ينفع ولا يضر. لقد كان ذلك الأعرابي قبل 1400 عام تقريبا أفضل من هؤلاء الذين يدعون أنهم صنعوا الصواريخ أو اكتشفوا القنبلة النووية أو نظموا شؤونهم الإدارية والمالية في هذا العصر، حين كان يعبد صنما فإذا به في يوم من الأيام يجد ثعلبا قد بال على هذا الصنم، فقال رب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب، لو كان ربا كان يمنع نفسه ولكن إله دعته المطالب، برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. هذا الأعرابي بفطرته أدرك هذا، وبعض الناس لا زالوا على هذا الإفك ولا زالوا على هذا الطمس والضلال،
ولكن هناك نوع آخر يقدس البشر ويعبده من دونه، وهذا ما سنفرده بالذكر إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم.